عايزكم كده تركزوا معايا النهارده من اول كلمه هتلاقيها لحد اخر كلمه. الكلام ده مش انا بس اللي هقوله، او انا بس اللي طيب ما هيكتب مع الاسبوع الجاي عشان الامور الجميله ان شاء الله. المهم جاي بس تركزوا معايا لو سمحتوا، انا مش هفضل كل شويه اسكت حضراتكم، احنا جايين عشان نستفيد. دلوقتي احنا المفروض عندنا كده شويه حاجات عايزين نقولها، التجارب دي احنا هنحاول نغطي على قد ما نقدر لغايه ما تخلص المحاضره، ده اللي هو متعلق بالجزء بتاعنا لما كنا بنشرح بروبرتيز اوف ماتر. واللي ان شاء الله نهايه دكاتره الفرع الثاني ممكن يحاولوا ان هم يغطوا التجارب اللي تخص الفرع الثاني يعني. تمام؟ طيب اول نقطه عايزين بس نعرفها، احنا داخلين امتحان 60 درجه في ساعه ونص. طيب 60 درجه دول يعني ايه؟ يعني هم دول املك ان حضرتك الماده دي يبقى الوضع بتاعها كويس. يعني ايه؟ يعني حضرتك سواء كنت عايز تنجح او كنت عايز تجيب تقدير او عايز تعلي تقديرك، هم 60 درجه دول بالنسبه لك مهمين جدا. طب هل هم سهلين؟ اهو ناس كتير قوي الحمد لله بتجيب فيهم درجات كويسه، بس اكيد احنا بنديك درجات مستمره. اكيد بنديها نتيجه ان ايه؟ ان حضرتك اللي واقف قدامنا ده بيشتغل تجربه كويس وفاهم اساسياتها وبيتكلم بيتناقش معانا كويس وهكذا. انا شخصيا اكيد ده واحد من الناس اللي هيمتحنوا الطلبه. كل دكاتره البيزنس على فكره بيمتحنوا الطلبه، مش دكاتره اللي بيدرسوا لكم بس. لان حضرتك هتلاقي في المعمل ناس كتير. اول معلومه كده يا ريت نقولها، مالناش دعوه بالتالي الطلبه اللي قبلينا كانت بتقول ايه، او الطلبه اللي قبلينا بتقول اصل الدكتور كذا صعب، اصل اوعى تلاقي دكتور كذا. مفيش حاجه اسمها اوعى. هو الحصه الواحده فيها اربع دكاتره. فهو موضوع عشوائي تماما، مفيش حد فينا هو مختار هو هيروح عليه يسال مين. تاني حاجه يا ريت بلاش خلينا في الواقع. خلينا ان انا لو وقفت اتكلمت انا بنفسي واتناقشت مع الدكتور ورديت عليه بطريقه منطقيه ان انا ان شاء الله هاخد درجه كويسه. وفي ناس بتجيب 60 من 60 على فكره، وناس كتير بتتراوح ما بين 60 و 50. تمام؟ بس عايز حضرتك تعمل لها مجهود. ده امتحان. ده امتحان بجد وفي وقت قليل قوي. يعني انت لما بتخش امتحان الفاينل بتقعد ثلاث ساعات عشان تمتحن من 90. فبالك انت بتمتحن ساعه ونص من 60، فدي بالنسبه لك دي حاجه فرصه ذهبيه. تمام؟ طيب انا دلوقتي لما اجي امتحن انا بسال حضرتك ال 60 درجه اللي في ايديا بقسمهم ازاي؟ بقسمهم خمس درجات على اداه البرنامج وخمسه على اداه المايكرو ميديا. هتقول لي طب انا خلاص هحفظ ايديا واخش اقول لك، مفيش الكلام ده. انا بجهز ايديا للبرنامج والمايكرو ميديا لكل حصه تختلف عن الثانيه واعديها على الطلبه بتوعي، المفروض ان هو بيقراها او بديها له وانا واقف معاه بيقراها، قراها صح ومظبوط بياخد عليها خمس درجات. فيها خطا ممكن ينقص شويه، لو قراها غلط تماما وحاولت معاه المره الثانيه اللي يقراها وبرده فشل ساعتها يبقى مش هقدر اديله خمس درجات. فما تعذرنيش، يا ريت تعذر حضرتك من اول السنه المفروض بتقرا مايكرو ميتر وفانيا وعندك فيديوهات احنا منزلينها للكلام ده. اوكي؟ فما يجيش كده تقول لي انا كنت متوتر، طب اتوتر ليه؟ طب انا في البدايه 60 درجه انا كطالب اللي عايز اخده. وانا مش هطلب لك الا لما كنت تستاهله. فيا ريت تفهم الكونسيبت ده كويس. سيبوكوا من التوترات الزياده، واصل زميلي خرج قال لي ده حصل كذا وان هم يعني حسينا ان جوه دي اكيد قاعه سجن مش قاعه معمل يعني. تمام؟ يا ريت تعي اللي انا هقوله. طيب 10 درجات اهو يعني دولت يعني اسال حضراتكم سؤال واضح وصريح. دول المفروض في ايدينا ولا مش ايدينا؟ في ايدينا، اصل منهم درجه واحده هو غلطان. على طول كده. كلام واضح. تمام؟ دولت المفروض كده هديه للطالب، بس للطالب اللي هياخده. تمام كده؟ عندنا بعد كده 20 درجه، ايه هي؟ حضرتك انا بعدي على 8 او 9 او 10 درجه في الحصه، هيبقى نصيبك معايا انا كدكتور ان انت ممكن يكون اول طالب بعد 10 دقائق او ربع ساعه من بدايه الشغل بتاعه، وفي واحد هيكون في اخر الحصه. طب موضوع عشوائي، يعني انا هخش على حضرتك عايز تعمل تجربه ايه النهارده؟ كذا، قلت لي نشا. تمام؟ هتنشك يعني ايه؟ اول حاجه، اول سؤال لازم ترد عليه بوضوح جدا، اسم التجربه ايه؟ هتقول لي معقوله؟ هو ده سؤال؟ هو على فكره جزء كبير من حضراته يخش حصه المعمل ويشتغل ويخلص وهو مش عارف يشتغل تجربه. لو جيت تقول له هو انت كنت بتشتغل تجربه ايه؟ عشان مثلا صدها له لما كنت قبل ما ابقى دكتور مش عارف يرد عليا، التجربه اللي هتجي. طبعا يا ريت بقى نسترجع ذكرياتنا كده مع ايه؟ مع حصه المعمل. تمام؟ يعني الكلام ده اللي انا بقوله اكيد ما بتكلمش فيه حد، الكلام ده بيحصل من ناس كتير. لما اجي اسال حضرتك ده كدكتور وانت ان شاء الله لما تبقى مكاني في يوم من الايام وحد من حضراتكم يبقى زينا كده، لما يجي يسال طالب مش عارف اسم التجربه، دي كده بدايه ايه؟ اللي هي مش حلوه خالص. مبدئيا كده مش عارف اسم التجربه اللي شغال عليها. تمام؟ ما تجيش تقول لي ايه اصل انا هستخدم اسم الشهره. تمام؟ لا يعني مثلا تجربه اسمها تمبريتشر كونفيشن تو ريزيست تقول لي تجربه الفا. لا. لازم يبقى ردك واضح بعنوان زي ده. خلي بالك حياتك كويسه. تاني حاجه، تاني سؤال هساله لك ايه؟ تقليدي جدا. ايه الهدف من التجربه؟ صح كده؟
انت هتعرف تعمل ايه؟ ده لازم الاثنين دول يبقوا كبير يا جماعه عشان ابتدي اتكلم معاك بعد كده. لكن لو دولت مش كبير اعمل زي انت حاسس الراجل ده في ايه؟ لو بساله باسم التجربه ولا هدف اللي هو بيعمله ما هو واقف مش عايز يبقى هتكلم معاه في ايه؟ طب مين قصده ايه؟ هتقول لي ده معقوله؟ اه على فكره حاجات كتيره ما عندنا لسه ده اساس مش هتعرف. انا شخصيا انا هسالك لازم اسالك السؤال ده اي حد على فكره ده مش حاجه يعني دي مش شركات. اول حاجه اسم التجربه اللي هيشتغل عليها ايه؟ ثاني حاجه ايه الهدف من يعني انت ايه الهدف؟ عايز تعمل ايه؟ عايز تصنع ايه؟ انت شايف انك بتعمل تجربه عشان تعمل ايه؟ صح كده؟ ده سؤال طبيعي جدا. الكلام ده موجود عندك في كتاب المعمل موجود في الفيديوهات وهكذا. وخلي بقى حضرتك ان كتاب المعمل بقى لنا سنتين لما نزل فيرجن الجديد ممتاز بالنسبه لحضرتك ممتاز يعني مش بدافع عن حاجه وخلاص هو فعلا كتاب المعمل بعد ما الناس صدق ان انا كده فيرجن مع حضرتك ودي بقى لنا سنتين فعلا بقى كتاب ممتاز بقى كافي بالنسبه لحاجه تشتغل منه جدا وانك تفهم منه التفاصيل والباك جراوند مع الفيديوهات اللي كانت فيها جزء من الشرح. احنا منزلينها اللي هي برزنتيشن حوالي فيديو بلس التجربه معموله فيها. دي بعض التجارب كانت بالشكل تمام؟ طيب يبقى دلوقتي انا هسالك على السيبس الباك جراوند خلفيتك على الموضوع. طب الباك جراوند ده يعني ايه؟ يعني احنا هنتناقش معاك في التجربه. طب هنا بيحصل كده ليه؟ طب احنا بنحط دي كده. طب انت شايف ان الزيت ده مثلا او الميه او احط كده ده مش معاك تمام؟ ده نشر عاديه على فكره اللي هي بشوفها كده انت يعني متلصق كده مجرد يعني يقول لك انت حاطين الزيت كده ليه؟ طب ليه ما حطيناش ميه مثلا؟ التجربه تبان عجيش تقول لا الدكتور كده كده الدكتور كده عامل فيا بقى وعامل. انا معاه لازم نتناقش. انت نفسك لازم السؤال ده كنت تساله لنفسك هو الزيت اشمعنى زيت؟ اشمعنى كذا؟ يعني لازم تبقى انت في علامات استفهام ليه؟ كلمه ليه دي بالنسبه لك هو ده هو ده ردك على سؤال المعنى. طيب انا شايف دلوقتي الصلابه رجلتي صلابه ممكن ادردش معاك في ايه بقى؟ اساسيات الشطر نفسه. تقول لي ياه ده فين الزمن ده احنا كان فين الكلام ده نسيناه؟ وانا بقول لك محتاج للشطر انا بقول لك واحد الصلب بتاعه انا بسالك سؤال واضح جدا لما اقول لك ايه انواع المودلس ها ده سؤال ايه ده سؤال كده طبيعي ده طب انا مش عارف انت مش طبيعي ردي واضح انا بتكلم النهارده كلام واضح ها هتيجي تقول لي يعني هروح اذاكره هذاكر فيه ايه؟ هذاكر فيه الاساسيات بتاعته ايه انواع المودلس ايه الفرق بينهم ايه ده ده اتجاه ايه ده في الاساس لازم اسالك فيه انا مش عايز كلام انا مش عايز كلام مش معانس كلام احمر عمال اقول مش عايز كلام وانت نسيت بص زميلك يبقى حضرتك بمنتهى البساطه كده التجربه اللي انت شايف ان موجوده حته هنا في المنهج لازم ابقى الاساسيات بتاعتها موجوده في الدرس هيقول لي احنا هنذاكر المنهج كله انا ما قلتش كده ولو انت قلت كده لو انت فهمت مني كده تبقى انت غلطان بس في اساسيات منطقيه جدا انا بسالك على الرجلتي اللي هو الشيء مودلس طب ما الطبيعي اقول لك ايه في مودلس ثاني ايه الانواع الثانيه بتأثر في اتجاه ايه؟ او ايه اللي بيحصل؟ او تعريفها ايه؟ عادي ده دي اسمها مراكش معناها ايه؟ تمام؟ طيب والدسكشن بقى اللي هو حوالين التجربه ليه بحط هنا كذا؟ ليه بزود كذا؟ ليه بقيس بالمتر الاقل؟ ليه؟ عنصر هو ده بقى دي بقى اللي هي بيسموها فنيات التجربه ليه كل حاجه ليه؟ ليه انا بعمل كذا؟ ليه بحط هنا كده؟ دي كلها اسئله تمام؟ لان هتقول لي طب انا ما فكرتش فيها قبل كده طب دي مش مشكلتي انا بقى مشكله حضرتك هتقولي طب انا دخلت المعمل والحمد لله كانوا زمايلي اللي بيعملوا وانا كنت بادئ منهم وبطلع دي مشكلتك مشكلتنا احنا الطالب في الجامعه هو اللي بيدور على مستقبله ما الحصه شغاله في ناس مع حضرتك اي حد كان من حقك انك تساله سؤال يرد عليك. هل انت سالت حد سؤال؟ لا طبعا. عايز تعمل ايه؟ مشكوره ما تقدرش تعمل تجربه يا اما واحد يعملها بالثلاثه والباقي ممكن يكون بينقل وخلاص تيجي بعد كده النهارده تقول ايه؟ انا مش انا بس ما كنتش شغال المعمل كويس. طب نعمل اكتر من كده ايه؟ كتاب نازل لك يعني تفاصيله ممتاز جدا فيديوهات نزل حضرتك معاك ناس موجوده في المعمل اثنين في كل حصه المفروض انا عايز اتناقش معاها وتسال كل حاجه. تمام؟ طيب يبقى عندنا 20 درجه لما تحطها حاجه على ستيبس وباك جراوند ديسكشن بلاش فيه عندك 20 درجه على الجراف وريزلت الكتاب اللي انت بتشتغله ده بتاخد على التجربه 10 ترجع بعد كده لما تطلعه متوسط فيطلع الكتاب مش عارف من كام يعني النظير اللي انت بتغلط فيه ده يبقى قليل جدا تخيل حضرتك ان انا هحاسبك من اول ما هترسم تكتب الجدول ببياناته بالكامل وكل رمز للوحده بتاعته وتكتب ترسم الجراف كل رمز للوحده بتاعته حط النقط اشتغل سليم وتجيب الاسلوب وتحسب كل حاجه ويطلع نزل سليم او قريب من السليم انا بحاسبك عليه 20 درجه. يبقى حضرتك لما هتكتب المحاور من غير وحدات هنقصك نص درجه؟ قول لي انت بقى 20 درجه ها يبقى لما تنسى الوحدات لما تنسى الرموز بتاعت اسامي المحاور لما تنسى هتلاقي درجات بتروح منك مش درجه ولا اتنين. يعني نسبه تنسى؟ صح
صح ولا غلط؟ بعد كده كان غلطتك انك تنسى الوحده دي مثلا. انا مسكت بالوحده نسيت اكتب كذا، ما بحطش كذا. دي ايه؟ تحسب بالصح في الامتحان في التجربه في العادي من 10، ونرجع بعد كده باخد متوسط التجارب دي كلها، فيطلع لي انت غلطت ده كان قد ايه؟ ما ينساش كلام كبير. لا تعالى دلوقتي بقى الحبه الحته دي 20 درجه واحده. تمام؟ ففي كتير قوي انت بتعمله. كل التفاصيل حكايه نفس المخطين على بعض من بدل ما امسح واحد ونفس الخط جزء تقيل وجزء خفيف، ولا بقول لك ارسم نقط حواليها دوائر، ترسم لي واحده صغيره واحده زي البطيخه، ده بيحصل. ازاي اساوي بين الطالب ده وبين الطالب العادي اللي هو رسم كل ده سليم وعمله سليم وخطه نظيف وكل حاجه؟ امسح الورقه كده ما اقطعهاش. في ناس تغلط في تغلط اللي انت فيها اسيف، يجي يمسح الورقه كده تقطعها. في ناس بتوصل كده. تمام؟ فدي كتير قوي ان كل ده في 20 درجه. كل ده في 20 درجه. عارف يعني 20 درجه؟ ده رقم اول مره تسمع عنه. اللي طيب بيه جراف ونتيجه. تمام كده؟ هو ده دي الدرجات اللي احنا كدكاتره كل واحد فينا بيبقى ليه ورقه اللي عايز تبقى عندك فضول انك تبص فيها، يعني تعرف نفسك تعرف ايه المجهول ده. هو ده المجهول ده هو التقسيم. تمام كده؟ وبناء عليها بنجمع ونحط ايه؟ الدرجات لحظه. بعد ما هيك خلصت التجربه هاخد بس براجع على نفس الكلام ده 20 درجه دول وهكذا. طيب عندي نقط نقول بقى شويه ملاحظات في منتهى الاهميه. رسم الجراف مفهوم حضرتك ايه في رسم الجراف؟ ان عندنا خلاف شنيع في رسم الجراف في مفهوم الطلبه والمنطق اللي احنا بنشتغل عليه. ايه هو؟ حضرتك دلوقتي المفروض انت شايف ان لما اجي اقول لك نقط ارسم عليها خط عشان تطلع سلوب او تعمل او تعمل او تعمل، حضرتك مفهومك ان انت داخل المعمل عشان تشتغل بالشكل ده. للاسف ده مفهوم حضرتك. انك تخش هتلاقي النقط ايه؟ مسطره. حلو كده؟ طب لو النقط طلعت بالشكل ده المفروض اطلع من اوريجن. لا كده ما ينفعش. ده بالنسبه لحضرتك. وحضرتك شايف ان انت لو رسمت لي احسن خط اللي هو بيتوسط النقط ده انت كده غلطان 100%، ولو رحت للدكتور لازم هيديني زيرو. ده مفهوم حضرتك. وبالتالي بنخش في مرحله الفبركه. كويس؟ ايه هي بقى الفبركه؟ انت تيجي امسح النقط ولا امسحها على الخط؟ طبعا لو انت كاتب بخط التقيل امسح النقط تبقى باينه. دي اول ملحوظه انت ما تاخدش بالك منها. تمام؟ الرسم بقى نفسه بيبقى متمسح. ما علينا. وانت شايف ان انت كده رايح يعني ايه بقى داخل على الدكتور عشان يجيب 10 اللي هو في الحصه العاديه. اوكي؟ ايه رايك عليك ان الخط ده خط ممتاز جدا ولو جبت بيه مع النقط دي انا اديك عليه درجه ممتازه لانه صح. يعني انت شايف ان انت كده مخطئ تماما. هرد عليك بطريقه منطقيه جدا. لو حضرتك داخل على كل تجربه هترسم فيها النقط تطلع بالشكل ده يبقى مش محتاج ان انا اضيع وقت حضرتك السمين واقول لك اعمل لي ست ليال. ما انا بقى ضامنها قوي كده في كل تجربه يبقى هي نقطه مع الاورجن مع نقطه الفصل اللي هو المفهوم الرياضي. بيقول لك ايه؟ خط مستقيم ايه؟ ما بين ايه؟ نقطتين. طب ما خلاص لو هو كلهم كل نقط زي بعض طب ما هو فعلا شغالك بلاش بقى نقطتين، ده انا شغل حضرتك نقطه واحده مع الاول. وهترسم الخط يطلع سليم. هي يا جماعه مش بنحل مساله في امتحان او مساله في شيء. لما دلوقتي اجي اكتب مساله على بورد بارقام اقول لك احسبوا لي الرقم ده على الكالكوليتر. لازم كلنا نطلعه صح. نفس مش صح كمان ده نفس الرقم. لانك كلنا بنستخدم كالكوليتر وبنحسب بنفس الطريقه فهيطلع رقم هو هو. صح كده؟ وعشان كده انا بحاسبك في امتحان الفاينل ما بقولكش ايه؟ ما بقولكش انا عامل لك رينج للنهايه، انا مستني رقم. انا حاسبك على الوركينج بشغلك كل حاجه بس انا مستني ايه؟ رقم. ما ينفعش تجيب لي فرق عنه بضعفه ولا لا ماشي مش مشكله مش مشكله. ينفع؟ ان دي مساله لكن دي ده معنى حضرتك على اجهزه فيها كل لو كل جهاز كهرباء شغال فيه نسبه ايرور احسب انت كام نسبه؟ انت كبني ادم واقف في كام نسبه؟ طب ما احنا مع نفس البنش ولما نيجي نرسم الجراف ما يبقاش كلها زي بعض، يبقى في فرق بينهم ده طبيعي. يبقى ازاي انا حاسبك ان كل حاجه تبقى ايضا؟ تمام؟ فانت لازم تعمل حاجه عمليه، العمليه دي ليها كلام. وعشان كده انا ليه بطلب منك ترسم خط؟ ما هو يا جماعه بالمنطق كده، لو انت هتاخد اسلوب في الاخر، لو انت كده كده هتاخد اسلوب، طب ما خلاص هتيجي تقول لي انا هاخد اسلوب هنا؟ لا طب ما انا عندي نقط. وياما الناس بتعمل الحركه دي على فكره وغلطه شنيعه. ايه هي؟ انت يا دكتور عايز الخط؟ اتفضل الخط. انا بقى عايز اسلوب كطالب اروح الجدول واقوم اطلع النقطتين فرق اكس واي واشتغل وحل. فين يا ابني جبت الكلام ده منين؟ يقول لك انا جبته من الجدول. لا اله الا الله. طب حضرتك كسرت الخط ليه؟ ما بيردش.
بس نحط ليك هيدرو. طب ما نفهم دلوقتي بقى، تعال نفهم دلوقتي كده نشوف ايه الموضوع. وانا برسم الخط ليه؟ عشان من ساعه ما رسمت الخط بقى الخط هو دي النقط، هو هي دي ادق نقط بالنسبه لي. بنسى بقى الجدول خالص وبنسى نقط الجدول وكل حاجه. هتقول ده بفرض ان افرض كان في نقط منهم على الخط دي بالصدفه، لكن مش شرط. طب لو التجربه زي كده ولا نقطه على الخط، هتاخد الصوت ايه؟ انا هاخد الصوت على النقط يبقى ضد. ليه؟ لان انا لو خدت الصوت من هنا كده هيطلع حاجه بالشكل ده. دلتا واي على دلتا اكس مالهاش علاقه خالص لو انت خدتها فرق بنقطتين. تمام؟ يبقى انا بس الخط ايه يا شباب؟ ده خلاص الافرج، ده يعتبر الافرج متوسط النقط. وعشان كده ده التعريف الاصل بتاعه، هو افضل خط يتوسط النقط زي المثال. تخيل حضرتك دلوقتي ان انا حاطط ده كده وحاطط القلم كده، علقت في حرف القلم من هنا نص كيلو وهنا نص كيلو، يبقى احط القلم فين؟ في النص عشان يتوزن. طب لو علقت هنا كيلو وهنا نص، هطلع اعمل ايه؟ هاجي كده شويه، هو ده بالظبط اللي هيبقى يعني. انا طالع النقط يمين قد شمال اطلع في النص بالظبط. حلو، طب يمين من غير شمال احسن وضع فين؟ 3 و2 ولا 5 و4 ولا 4؟ فاهمين قصدي ايه؟ ده مفهوم الخط اصلا. فبالتالي لما تيجي ترسم لي خط زي ده، ما انت لو تعالى بقى نتناقش. طب ما انا لو عديت النقطتين دول سبت نقط ب 50% اللي هم 2 قصاد 2 ب 50% خطا، والعكس كذلك. لكن لما ارسم الخط ده انا رسمت حاجه، انا خدت اليمين قد الشمال، هفضل رقم زوج ولا رقم فردي؟ لازم يبقى في واحده ايه؟ 3 قصاد 2. يعني مثلا يجي لك كده اهو، يجي لك حاجه زي كده. حلو، شغال برضه 3 قصاد 2 الرقم فردي لو كلهم بره. طب بلاش، كان في واحده منهم بقى جوه على الخط، كان في واحده منهم اصلا هنا رسم. خلاص حلو قوي. عشان كده يفضل لما تيجي ترسم الخط يكون معاك مسطره شفافه، عشان لما تيجي تحطها وتتحرك كده تبقى شايف النقط اللي بره المسطره والنقط اللي تحت المسطره. ها ده مفهوم للخط يا شباب. بعد ما برسمه ابتدي اخد بقى الاسلوب، اخد الاسلوب منين؟ اوعى تغلط وترجع ترسمه. على فكرة في ناس بتضحك عايز تبقى شايف رجعك عليهم ايه؟ لو جاي انت عايز مثلث؟ حاضر، عايز مثلث اهو. حاجة راجع نقط المثلث دي اللي هو كاتبها يطلع النقط مش شايلها المثلث. هو مقتنع انه عايز يريحني، انت عايز تبقى انا هريحك، لكن انا هعمل اللي عايزه. مش فاهم يعني ده نقطة خلاف فين؟ طب ما انا براجع يا ابني، ما انا عندي 20 درجة، هعمل ايه؟ هراجع لك على كل حاجة بتعملها. حاجة راجع على النقطة دي، النقطة دي فين؟ فين اكس واي بتوعها موجودين عندنا في الروبوت اللي هي النتيجة؟ ماشي يبقى خلاص. طب لو انت عملت لي بس منظر مثلث وقمت رايح واخد نقط ثانيه، طب ما فين الكلام ده؟ ماشي يا شباب؟ طيب علميا بقى او يعني سنتيمتري صح كده، الرسم تبقى نقطه حواليها دايره، فدي ليها معنى. لا كروس ولا اس ولا اي ولا ستار ولا اي حاجه خالص، ولا نقطه بس. نقطه حواليها دايره يعني دي نقطه ما حدش شايفها، والدايره دي محل هندسي للايرور حواليها اللي مسموح بيه. مش جايه بس دايره مع رسمه طبيعي. رسمها صغيره قوي مش باينه ولا رسمها كبيره قوي. وفي ناس تسمع كلام يقول لك بس طب النقط اللي جت على الخط هعمل لها دوائر والنقط اللي بره مش هعمل لها دوائر عشان ما تبانش. برضه الكلام ده غلط. هو حضرتك لازم تحط كل النقط وترسم احسن خط من النقط. كون بقى يبقى عندك نقطه بره يمين ونقطه شمال او نقطه كذا، ده طبيعي. هو حضرتك لما تجيلي التجربه انا عارف انها ما بتطلعش ايدل، وتجيب لي الرسمه دي اول وجهه نظر ليا ليها ان انت فابريكا. شوف بقى فرق، شوف احنا عكس بعض ازاي. حضرتك جاي فرحان بالرسمه دي ان انت كده مظبط لي كل حاجه، وانا شايف من اول كده ان انت فابريكا. تجي لي بالرسمه دي اشوف ان انت انسان طبيعي، وانت جاي شايف ان انت كده غلطان كل عملت كل حاجه. حللنا الخلاف اللي بيننا ده، الخلاف اللي بيننا وبعض من الحته دي. اوكي؟ طيب اي تعريف التجربه مهم جدا. تجربه البازوكا بس ايه تعريف ايه؟ ايه هو تعريف البازوكا؟ كونفشن البسكوت تعريفه ايه؟ لازم تبقى عارف تقول، تعرف تقول او يعني او تكتبه. يعني كده كده بقى سؤال، السؤال بيبقى موجود على البيتش انت بتجاوب عليه. لو موجود فيه تعريف هتكتبه بالانجليزي. اذا نقلت او حسيت يعني عندك مشكله ممكن تكتبه بالعربي، بس زي الدكتور اللي هيمتحنك مفيش مشكله. بس قول يعني لازم تبقى انت عارف التعريفات الاساسيه. كل تجربه اجرام اي رقم وعامل التوتر الصدري. هقول ايه هو معامل التوتر الصدري؟ تقول له لازم تقول لي. تمام كده؟ الوحدات بالمناسبه. طب الوحده بتاعت ايه؟ الوحده دلوقتي بتاعتي بتاعت كوفيشنت اوف سيلف سسبنشن ده بقى ده اللي هو اف على ال نيوتن بير متر. لما اجي اقول لك طب بالاس السي جي اس يبقى ايه؟ لازم تبقى عارف الكلام ده. لازم الحاجات دي تبقى سهله في ايدك عشان ما تبقاش متلخبط. يعني مش كل ما اسالك سؤال تبقى انت مش لا. ما انت لو متعود على الكلام ده
مش حافظه ما بقولكش حافظه. لو انت متعودت عليه وانت بتذاكر كده كل تجربه تمسكها في مخك كده وتعمل الكلام ده مش هيبقى عندك مشكله. تمام؟ يبقى التعريفات والوحدات. اوكي؟ ممكن اسالك على الدايمنشن. ممكن؟ ممكن اقول لك هو الوحده دي هي دي على بعضها كده. الدايمنشن بتاعتها ايه؟ ممكن؟ بس هديك فرصه بقى تقولها يعني اكيد مش هتقولها لي ام ال كذا، اكيد مش هتضربها لي كده في دماغك يعني. هديك فرصه انك في الورقه ايه؟ هتكتبها او تقسمها او كلام ده ولا ماسك سباقي على مكتبك. فاهمين قصدي؟ فما تاخدش كل حاجه على اعصابك وتقترع ان انت لو لقيت اي مصادر غريبه كده عايز تحفظ انا هحفظ دول واخش انا كده تمام، ما تحفظش. حتى لو لقيت اي حاجه تعجبك ما تحفظش، افهم. افهم عشان تعرف تنص. دايما الحافظ دايما لا ما فيش سؤال. دايما الحافظ بيتلجلج يا جماعه ويبقى عنده مشكله ولما يبقى فاقد الثقه. لو انت فاهم هتجيب ده ازاي هيبقى عندك فوق هيبقى نفسك عندك ثقه في نفسك اكتر. تمام؟ طيب لو عندنا تجربه من دوائر الكهرباء اللي هي الاي سي سيركت او الار سي سيركت وهكذا، طبيعي جدا لما اخش على ورقه الاجابه ارسمها يعني لازم ارسمها ورقه الاجابه. يعني هو جاي ارسم دي كده اهو ان ده مثلا المصدر مثلا وهو مرسم دي ار وهو مرسم دي سي وهكذا. لازم ارسم السيمبل دي مع دايره كده بالرمز. طيب لو عندي تجربه العدسات بتاعت النهارده هقولها دلوقتي لازم ترسم لي ده. لازم تسيب الناس بتاع مصادر الاشعه دي والرسمه الثانيه اللي هيجهزها هنا بتاع الجزء الثاني لازم ترسمهم. مش محتاجه انك تبقى حضرتك في السؤال. لازم ليهم مرسومين، فمسارات الاشعه دي كده مرسوم اساسي واي تجربه فيها شغل كهرباء يعني دايره كهربائيه موجوده عندك بالسيمبل كده زي الاي سي والار سي وهكذا محتاج حاجه انك ترسم دي اساسيات بالنسبه لنا. طيب الاحساس بالارقام بقى عشان قبل ما اخش شرط التجربه، الاحساس بالارقام. بصوا يا شباب اول حاجه المفروض تحس بيها في المعمل هو احساسك بالارقام. هتقول لي يعني اقول لك تجربه الريجيكت دي اللي هي بتاعت الصاله دي فاكرها؟ كانت عباره عن كوره حديد كده او اسطوانه صح كده؟ وبسلك كده وبلف كده 10 مرات واقسم على 10 والكلام ده حلو؟ جيت انا في المعمل نفسه كنت يعني بدي كل حاجه اقول لك احسب لي معامل الصاله. اللي هو المدرسه اللي هو شيء مدرسي واعتبر ده شيء مدرسي شيء مدرسي. طيب حضرتك عملت ايه؟ عليك مشكورا قعدت تدور كده لغايه ما حسبت لقيت ان بتساوي رقم في 10 باور 12. جميل كده؟ طب هاجي انا في المعمل هو لازم في المعمل اديك نفس الخطوات؟ لا ممكن في المعمل اعمل معاك ايه؟ اديك العكس اديك ال ده وكل حاجه واطلب منك الكتله. هتقولي ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده طبيعي. طبيعي ايه ده طبيعي؟ يعني انا بشتغل انا خليك تعمل نفس الخطوات. مذكور الحكايه ان انا كنت بديك جبن تمام؟ معاكس معاك ايه؟ الحاجه. لما اطلب منك الكوته دي ها حسبتها حضرتك في المعمل بقى انت هتعمل نفس الخطوات بنفس نفس الجراف وكل حاجه. كل الحكايه الاسلوب كنت بتساويه بشويه رموز صح كده؟ الرموز دي كان فيها الكوته مطلوب منك اللي هو ايه؟ المدرس والاسيست سوري بلندي صح كده؟ العكس هبقى انا مديك ساعتها المدرس طلب منك الايه؟ الماس. حيث تحسبها بيطلع كام الرقم ده؟ تعالى بقى اقول لك انا شخصيا بقى تجربتي وانا زمان قبل ما انا دكتور ودي تجربه حقيقيه على فكره ودايما بحكيها ان ده بيحصل في المعمل. في زمان كده طلبه حد من الطلبه يعني بعد ما خلص الدكتور سلم الورق انا يعني خدت قلت ايه كنت انا لسه بقى يعني انا ما بقاش دكتور فبقى في حد معايا موجود في الحصه من الوعدين بيحس ان هو بيتابع لو في اي مشكله في التجربه او في حاجه او وات ايفر يعني بقى كده فانا كنت كده فانا خلاص الدكتور بقى اديت الورقه خدتها منها او طالب مش فاكر من سنين يعني فقريت الرقم لقيت الرقم متدرس كده بشكل بطريقه ظريفه فلقيت الرقم ده مكتوب ايه بقى؟ اقول لحضراتكم بقى عشان تفاجئ لقيت رقم ظريف كده في 10 باور 78 كوكب كوكب الارض انا معلش استغربوا كتير عشان في ناس بيحصل معاها كده وهي مش حاسه اوكي؟ ومن الرقم ايه؟ اللي هو متدرس متدرس دي يعني ايه؟ يعني انت بتديني كده ده النادي بتاعه ماشي بصراحه ساعتها يعني ايه الموضوع استفزني. فقلت للباشمهندس ساعتها قلت له هو حضرتك متاكد من الرقم ده؟ شايفه طبيعي؟ بس كده لان انا مش حاجه ان انا اتناقش معايا يعني او اوديه ولا حاجه. طب خلاص انا طب ممكن الورقه اتفضل راح خد الورقه راح امشي ورجع تمام؟ قام عدل رجع كده كده تمام رقم في 10 باور نيجاتيف فبالتالي ما بقاش حاطين باور تاني خالص شكرا خلاص هو بلاش اقول لك بقى هو انت كنت فاكر الكوته كانت 10
كام اصلا او يعني تعالى سيبك خالص من شغل التحفيز اللي انت هتحاول تعمله اللي هو عدوه لك ايه احفظ الكود ده كانت كام ده كلام ساذج هو مش الكود ده قدام حضرتك بتعرف تشيلها ولا ما بتعرفش تشيلها تعمل لها مثلا نص كيلو 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 ونص مثلا انا بتكلم ارقام منطقيه صح كده حلو ازاي الحاجه اللي انت شايفها قدام عينيك دي وقادر تستخدمها وتحط لك فيها تمام تطلعها لي تبقى وصلت ايه ده العماره اللي حضرتك ساكن فيها على بعضها دوت ما ينفعش كل ده ده دي اول تاني حاجه لو ريبورت تبقى ونيكس 6 يعني كده اقل ايه اقل في الوزن وخص الشعر رايك انت ايه رايك انت ايه لما انا اجي اصحح رقم بالشكل ده وضل مش تمام بقاله ساعه ونص او خلص امتحان ويعني راجل عمل عمالي وطلع الانتجرال بتاعته ده الدرجه بتاعته ده النادي كده حبيبي تقول يا دكتور هي درجه بقى ناقصه خلاص بقى ناقصه انت رايك ايه؟ ما ينفعش ان انا بقيت نعم هتقولي طب افرض ان انا فضلت الف 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 في التجربه ومش عارف اجيب الغلط فين تمام؟ لا ابسط حاجه اخر محاوله ممكن تعملها ان انت تكتب ممكن تعميم ان الرقم ده غير مظبوط انا دلوقتي خلاص قيست ومش عارف خلاص والوقت خلص والدكتور قال لي هات الورق ومش عارف اعمل ايه خلاص انا شايف انه مش منطقي على الاقل احسس الدكتور ان انا مقتنع انه مش منطقي تقييمي ليك يختلف غير لما تبقى انت سايبه كده يبقى انا مقتنع ان انت شايف انه طبيعي في فرق من المستويات هتقول لي انا هكسبه لي صح مش هكسبه لك صح ولا حاجه بس اكيد تقييمي ليك هيكون اقل بالدرجات يعني كمان انا اقصك على حاجه زي كده هيبقى تقييمي اقل يبقى حاول مع الرقم اشوفه منطقي ولا مش منطقي لقيته منطقي ايه مش منطقي خالص ومش عارف اوصله الوقت ضيق او مفيش وقت وهكذا يبقى خلاص ساعتها اكتب جنبه كده ان الرقم ده غلط على الاقل عشت شويه كده وان انا عارف ان الطالب نفسه فاهم ان الرقم غريب تمام او لو انت في فرصه وانت بتدي للدكتور بتقول له يا دكتور على فكره الرقم ده انا شايفه مش منطقي بس عارف مش عارف هو غلط ولا غلط حلو يبقى برضه دي ليها معنى انا بخيل ساعتها الطالب ان هو كويس قوي ده جزء من التقييم انه واعي ان الرقم ده مش غلط تمام كده طيب تجربه اللينسز العدسات وبنضطر احنا في الفرع بتاعنا نقولها قبل ما نشرح الفرع بتاعنا ان احنا كنا خدنا محاضره النهارده نبتدي بيها كوبتكس برضه ما كناش احنا هناخد عدسات فبالتالي احنا بنقولها عشان عايز يبقى كل الناس كده فين بالنسبه لنا وكله سمع ان انت بتناقش فيها بنشوف فيها كويس بضمير طيب تجربه العدسات هي اساسيات كده بسيطه جدا وهي ان انا عندي عدسه كومبكس وكمبكس دي علاقه دي في المعنى بالمناسبه في النص القيمه عن الحروف او في النص القيمه عن الحروف والعدسه الكونكيف بتبقى في النص الطيارة عن الحروف يعني لو مستقبل كده كده هتلاقي اقل من الحروف بينما ولو مستقبل كده كده حضرتك على الثانيه هتلاقي النص بتاعها ارفع من الحروف الثانيه فدي كومبكس ودي كونكيف ايه تعريف الفوكال ليس او الفوكال بوينت هو لو انا عندي اشعه جايه موزعه على العدسه من بعيد هتتجمع في نقطه اسمها الفوكال بوينت هل دي ثابته؟ ايوه ايوه دي خاصيه للعدسه خاصيه للعدسه يعني ايه؟ يعني لما بروح اشتري عدسات بقول له انا عايز عدسه الفوكال ليس بتاعها بكذا او بقول لي العدسه اللي عندك دي الفوكال ليس بتاعها بكام؟ وعشان كده بيخلي حضرتك تحسب لنا حاجه في المعمل ليها علاقه بالفوكال ليس اللي هي القوه واحد على جنب تمام؟ لو هي مش ثابته ما ينفعش اخلي كل الناس تشتغل عليها اوكي؟ طيب الكونكيف بقى عندنا فيها مشكله دايما عندنا في مشكله الكونكيف دي عدسه مفرطه مفرطه يعني تنزل عليها الاشعه موجهه تتفتش طب ولما تتفتش مفيش تجميع يبقى انا اعمل ايه؟ وانا واخد كده اشوف وجود خطين وهميين واقول ان هم لو بعاد كده اكن دي نقطه التقاطع طيب اولا سميتها اف لا سميتها ماينس اف ليه؟ لانها ما حصلتش دي تخيليه طب الاوبتكس كلها بقى اي حاجه بالبوستر تبقى حقيقيه اي حاجه من غير التخيليه طب تخيليه يعني ايه؟ يعني في المعمل هقول لك بص لي ورا العدسه شوف هي اتقابلت فين؟ لو مفيش اصلا تمام كده؟ يبقى الرقم ده ايه؟ وهم دي مشكله ومن هنا نحط 100 علامه استفهام هو ليه في الجزء الثاني من التجربه بضطر ارجع لعدسه ثانيه اللي هي كومبلكس برضه تمام؟ ده اهو انا بوضح لك اهو بعمل لك كده ايه؟ في مشكله بوصلك ليها احنا عايزين نحلها ازاي؟ تمام كده؟ طيب ايه بقى الكونسبت العام للعدسات؟ الكونسبت العام بحط او اللي يعني اوبجكت اي يعني ايمج صوره المفروض ان لو عندي ليه صلعه بالشكل ده كده تتقابل في مكان ما امتى تتقابل؟ في
في العدد سبب كم 100 اللي هي كومبلكس تمام. هتقابل هيطلع لي مسافه اسمها يو ما بين الاوبجكت والعدسه، مسافه اسمها بي ما بين الاوبجكت ما بين العدسه والايمج. حلو قوي. ايه العلاقه اللي تربط ده ما بين اليو والبي والاف؟ قانون العام للعدسات والمرايات اللي هو جنرال لو اوف لينسز اند ميرورز، ده قانون عام. ايه هو؟ وهنثبته في المحاضره. 1 على يو زائد 1 على بي بتساوي 1 على اف. حلو كده؟ طيب نترجمه احنا ازاي بقى للعمل؟ نقول بقى تحت ايه؟ ان 1 على يو بعضها اسمها اكس، و1 على بي بعضها اسمها ايه؟ واي، و1 على اف على بعضها كورسر. من حقك تكتبها كورسر لو هي ثابته. طب انا ناقش حاجه مش قلت لك ان الفوكال بوينت دي هي خاصيه للعكس؟ تمام كده؟ طيب بالمناسبه بقى 1 على اف دي هي مين؟ باور. ممتاز. هل حضرتك عندك رصد حاليا ليه باور اوف لينس؟ ليه عرفت باور اوف لينس قدره العدسه؟ ليه عرفتها 1 على اف؟ على حالات زبون. ايه قول؟ حلو. يبقى يبقى اسمها قدره العدسه على ايه اصلا؟ على التجميع. اولا انا اصلا في كلمه مونتاج، هي قدره العدسه على ايه يا جماعه؟ على التجميع. فرانس مونتاج هي ايه بقى؟ 1 على اف ليه؟ لان لما تبقى الفوكال بوينت قريبه قوي فواحد على رقم قليل هيديني حاجه ايه؟ يبقى عكسه دي ممتازه بتجمع بتجمع قريب. فلما يكون الفوكال بوينت بعيد يبقى 1 على اف رقم ايه؟ قليل. ده طبيعي لان قدرتها على التجميع هتكون ايه؟ طيب يبقى كل ما تجمع قريب ده اللي انا محتاجه. عشان كده انا عايز اعتبر كل ما تقرب انها ايه؟ انها تديني قدره على التجميع. لما كل ما تقرب دي فوكال اس بيبقى طيب المقلوب هو مين؟ الباور اوف ايه؟ طب ليه بتشتغل بالمتر في التجربه دي؟ عشان التعريف بقى بتاع الباور اوف لينس ده اسمه ديوبتر. ديوبتر ده ديوبتر اسمها ديوبتر دي اللي هي بتاخد رمز مثلث، هي اصلا من جواها كده من جواها ميتر ماينس 1. يعني باي ديفينيشن جواها ليها علاقه بميتر ماينس 1. ما تكتبهاش، اوعى تكتبها وانت بتشتغل ميتر ماينس 1. انا ما قلتش كده. هي ليها واحده ستاندرد، ديوبتر كلمه او مثلث. اوكي؟ هي بقى الديفينيشن بتاعها جواها ميتر ماينس 1. واحد على ميتر. وعشان كده بخلي التجربه دي كلها شغاله بايه؟ تمام؟ طيب نكمل بقى كده عشان انا عايز اوصلك لحته حلوه جدا اللي كل الناس قالت فيها تقريبا كل ما اعدي من الطرقه بتاعت المعمل الاقي الطرقه سالبه. دكتور واحد هيجي الخط كذا اللي هو الجزء الثاني. طيب سريعا كده في الجزء الاولاني اللي مش محتاج شغل قوي. اكس بلس واي ايكوال كونست ده علاقه خط مستقيم يترسم ازاي؟ باشمهندس شاور قال لي كده. طب ليه؟ لازم تفهمين ليه؟ ما تفوتش حاجه من غير فكره. ليه؟ حلو عشان بجوع حاجه خالص نجيبها ازاي بقى على رسم. حط اكس بزيرو. اكس بزيرو. ها يبقى واي بتساوي كام؟ بتساوي كونست. طب حط واي بزيرو. ها يبقى اكس بكام؟ ده نفس الكونست اللي على فكره. ايه ده؟ يعني ده المفروض يبقى 145؟ ده الستاندرد بتاعه 145. اصل مش قطع في كونست واحد وكونست اثنين، ده قطع في محور اكس الكونست ومحور واي بنفس الكونست. تمام؟ ومن هنا لما اجي ارسم بقى هي بتعمل في المعمل، بتعمل ايه بقى في المعمل؟ هي اقول لك ايه؟ اشتغل على مسافه 20 سم او 25 سم وغير كل 5. ده اللي بقوله لحضرتك. طب بالمناسبه جيت حطيت على 20 سم او 25 سم ما لقيتش صوره، عمال تدور على الصوره مش لاقيها. ها؟ هتقول ايه ده؟ العدسه دي مخمومه دي ولا مخشوشه ولا مش اصليه دي ولا ايه؟ لا عادي، هي ما بتجمعش الصوره على 20 او 25. او انا على طول اوتوماتيك ناقل على الرقم اللي بعديه على طول. واقف على 20 ما لقيتش، مشيت بالسكرين خالص ما لقيتش صوره، اشتغل 25، ما لقيتش صوره، اشتغل على 30. طب ايه ده وبعدين؟ غالبا هتلاقي من اول بالكثير من اول 30 شغاله معاك. هتقول لي طب ايه ده؟ يبقى انا طيرت 30؟ ايه رايك انت؟ انا عايز منها خمس رئات، بديل من 20. ما جايبش معاك 20، ممتاز، طب انا عامل ايه؟ يبقى انا 25 خمس رئات، من 30 خمس رئات، يعني ماشي حالك كده يا جماعه. بلاش الاليتو يعني انتوا عندكم كده يعني. طبعا مع انا عارف ان مع الضغط او مع رهبه متوتر يبقى مش عارف افكر ببساطه. فانا بحاول اديك احتمالات اهو. يبقى مطرح ما هتبتدي هتشتغل خمس دقايق. حلو كده؟ طيب هرسم بقى نقط، هيجي لي نقط بقى في الجراف بالشكل دوت، هيجي لي شويه نقط كده ماشي.
طبعا ها كده ماشي شغال اوكي وبيطلع لك حاجه مش شغاله. اذا هيطلع 45 بالظبط كده على فكره تجربتي على السنه دي جت وانا طالب بالمناسبه. يعني انا شخصيا امتحنت مع السنه دي في امتحان اعدادي. ها جت لي اعمل ايه؟ ها هتطلع عيل يا ريت والله انت ممتاز ولا انا خبرتها ولا ايه؟ ها انت طلع 5.5 يا سلام ده انا مستني 5 سنين زمان صح كده؟ لا انت ما طلعتش كده انت طلعت 5.6 ماشي برضه مقبوله بس ساعتها هاخد مين فيهم؟ ابدا هاخد متوسط بتاع الاثنين بس ما تجيش بقى تقول لي ان طلعت 5.9 تقول لي انا خدت متوسط طلع 7 كل حاجه ليها رينج للايرور احنا بنسيب رينج 5.5 ممتاز 5.5 حلو 5.5 6.5 ماشي 5.5 و7 اوكي لكن ما تجيش 5.5 و10 فاهمين قصدي ايه؟ بالذات التجربه دي لما انت تخطط فيها انت ما تخطط فيها بعد بني ادم بس لان مفيش فيها اجهزه ها مش انا بني ادم بس اللي بحسب انا اللي بحط العدسه وانا اللي بقى انا اللي قاعد على المسطره يبقى هنا كمان ايرور بتاعت مين؟ يبقى خلي بالك ان الكلام ده خطا هنا دخل فيها بني ادم اوكي؟ طيب ده اول جزء ما فيهوش مشكله ولا تاني كل حاجه. طب تاني جزء بقى عايزين بقى نعرف ده بيحل المشكله ازاي وليه بخش المعمل او في الفيديو او في تقول لك تثبت كومبلكس على بعد 70 عشان يطلع افضل صوره مصغره تمام. انت طبعا دي يعني نت يعني انا عواصف انك مش فاهمها عايز نفسك تفهم ايه الحكايه. تعالى بقى نفسك انت تكسر فيها ايه الفرق حلو الفرق يعني ايه؟ بص بقى ركز معايا كده الفرق يعني ايه؟ يعني لما يجي لها رينج كده بتعملها كده صح؟ صح ولا غلط؟ جميل. طيب لو انا عملت لها ريز كده لو انا عملت لها ريز اصلا يعني جاي كده هتفرق زياده عن الكور اه مش هي بتفرق على الوضع اللي هي رايح له. طب لما كان رايح عدل فرقت كده طب لما رايح كده ده ضايع خالص حلو. طب تخيل حضرتك لو انا عملت لها ريز داخله كده هتفرق برضه صح كده؟ ماشي ها هتفرق برضه بس بص عادي خلينا نتكلم برضه ان هو مازال يعني موازي ايه ده؟ وممكن يبقى كريز موازيه؟ اه ما انا على حسب هي بتفرق بالنسبه اللي انا بدخلها صح كده؟ طب لو انا وصلت لدرجه خليت العدسه يخش عليها الاشعه مايله قوي مايله قوي جوه كده هتفرقها بس هتفرقها لدرجه ايه؟ ده بقى السؤال هتفرقها بحيث تبقى مايله كده ممتاز اما معنى انها مايله يبقى هتقلب بص الفكره يبقى انا الفكره هي بتفرق بالنسبه للداخل لو بص هيك بص لدي لو داخل كده هتمشي كده طيب لو داخل كده هتروح كده خالص صح كده؟ طب لو داخل كده هتبقى هتمشي كده اه كده كويس. طب لو انا خليتها قوي كده ها بص لو خليتها قوي كده هتفركش بس الفركشه اللي هتفركشها دي برضو هتطلع ايه بقى؟ مايله بحيث اقدر اجمع ايه؟ صوره هي دي بقى الحاله اللي احنا عايزينها. اجيبها انا منين بقى الحاله دي؟ حضرتك رد عليا لو حطيت الكومبلكس هنا بص الاشعه ماشيه مايله ازاي؟ لو حطيتها هنا يعني خلينا كده نناقش ارقام على بعد 30 وعلى بعد 50 وعلى بعد 70 ها انهي اشعه افضل لي؟ ها بص دي ماشيه براحتها خالص اجي احط العدسه الاقيها فين؟ الاقيها فين؟ ها يعني لو جيت حطيت العدسه هنا الاقيها فين؟ الاقيها كده مفيش خلاص وبالتالي يبقى كده خلاص ايه؟ طب احط على بعد 50 ها احتمال بس احتمال ايه بقى؟ اقصى حاجه تحصل لي ان تمشي موازي كده. لو حطيتها على بعد 70 ها بص بقى حضرتك ها حطيت ايه؟ هيحصل ايه بقى؟ هتقولي هتفرش اه هتفرش بس هتحصل لها ايه؟ الفركشه دي ها وده اللي حضرتك بتشوفه في المعمل. لما اجي اسالك بقى دلوقتي بعد ما فهمت هو انا ليه بحط على بعد 70؟ طبعا ما تردش عليا رد مفاجئ عشان ما تظنيش ايه بس هو ما كانش بيجي كده بس اصل هو في الفيديو قال كده اصل لان في ناس بتقعد تقول له ليه؟ اقول لك عيب انا جايب مصدر منين؟ ما هو انتوا قلتوا لي وقلت لك انتوا قايلين كده صح؟ طيب لا لازم طبعا انا كنت اسالك في الامتحان المعمل اقول لك هو انت ليه بتحط على 70 او ليه بتطلع سقف بعيده او يبقى لازم حاجه تقول ايه؟
عشان احسن فوكال لينس. نعم عشان احسن فوكال لينس للعدد. لا عشان يا ريت بقى لو شفت بنسمه ساعتها للدكتور بقى ده هناشه بسرعه كده. على فكره على فكره يا جماعه بس في الوقت الاجابه في الظهر كده ممتاز في المناقشه. عباره بيقلل التوتر بيدي فرصه على طول للطالب ما انت عايز توصل له معلومه ايه وبيقلل الحوار والاحتكاك المباشر. يعني انت دايما ايه انت واقف عايز تقول اي كلام خالي بص للدكتور مش عارف تتكلم تمام. طب ما مش هسيبها خالص بس للدكتور ده انا الدكتور سالني سؤال هو قال الورق اه هو مقسمه الرسمه وهو لما يشوفك قسمه الرسمه عمره ما هيجي عمره ما هيشوف يعني هيسيبك تشوف الشبكه انت عايز تقول ايه صح كده. اول ما ترسمها له هتيجي تشرح عليها هو فين بتكتب بسرعه تمام. علمنا التوتر وعلى فكره خدنا نقطه الثقه وفي نفس الوقت هو انا بالنسبه لي معلومه واضحه لو انت مش عارف تقولها شفه وكده اعرف انت عايز توصل لها تمام كده. يبقى ممكن تشرح ترسمه دي تفهمه بيه ايه هي. انا عايز الريز تيجي مايله قوي لجوه علشان على ما ما تتفركش كده ولا توزع تكون ما زالت بتجمع ايه ما زالت بتجمع. وصلت؟ انا كده عملت ايه بقى؟ عملت نوع من التحايل. التحايل على ايه؟ هي كانت العدسه بتعمل ايه؟ بالعادي ليها مصدر جاي من جوه وما بتجمعليش صوره. بص انا عملت ايه بقى؟ انا خليت المصدر اللي جاي عليها مش موجود. هتقول يعني مش موجود ازاي؟ وجمعت صوره. يعني انا عكست كده. خليت القصر مش موجود. طب القصر مش موجود ازاي؟ انت مشيت عملت بقى في اشعه ماشيه؟ انا هناقشك بقى في التفاصيل دي. اه تعالى بقى نقول الاشعه ماشيه دي كان ايه اللي حصل؟ تعالى بقى نحكي كده قصه بالتفصيل. كده احنا عكسنا يا جماعه، كده احنا خلينا القصر المصدر تخيلي وخلينا الصوره هي الحقيقه اللي في الكون. تمام؟ ازاي؟ قلتها ببساطه كده حضرتك، تعالى كده نتناقش، ركز بقى معايا. ده كده ها اوبجكت لمين؟ ده اوبجكت لمين؟ ها ده مصدر اوبجكت شوف اصلا مصدر لمين؟ العدسه دي حلو. جمعت صوره هنا بقت دي ام. بص كده هسمي ده اوبجكت واحد وانت واحد ماشي. تخيل حضرتك بقى لما تقول لي اصل انا حطيت عدسه كوبيب هنا هو لسه ما زال في ايه؟ هو لسه ما زال في صوره؟ ها في صوره حلو تمام. هتقول لي طب ساعتها جمعت لي صوره هنا اللي هي مين؟ ايمج دي. هات ممكن ترد عليا هي ايمج دي فين الاوبجكت بتاعها؟ وبعد يقول لي يا دكتور ما هي دي؟ لا انا اسف او واحد دي كانت الاوبجكت لمين؟ للكونفكس. جمعت صوره لمين؟ للكونفكس. حلو كده؟ اول ما حطيت الكونكيف ايه اللي حصل؟ اولا بوظت الصوره بتاعت ايه؟ بوظت الصوره بتاعت مين؟ الكونفكس. واللي هي على فكره بقت برضه في نفس الوقت هي في نفس الوقت بقت الاوبجكت سوري هي الايمج. فكان الايمج ده بقى هو الصوره المصدر الجديد اللي المفروض هيتكون صوره. قلت له ازاي؟ هقول لك انا بقى ازاي بطريقه حلوه كده. هو انا دلوقتي لما كنت حاطط كومبيتس ولقيت صوره على السكرين انا شايفها بكاش مش هي دي اللي انا هدور عليها بعد شويه؟ هي دي اللي هدور عليها؟ يعني دي الاوبجكت اللي انا هدور عليها. بس هو اختفى. اول ما حطيت الكونكيف هنا الاوبجكت نفسه اختفى. فبقى تخيلي وعشان كده هدور على مين؟ اللي بدور عليها بقى مش الاوبجكت، بدور على مين؟ الصوره بتاعتي. ومن هنا سألت سؤال، هو في حاجه بينهم هتبقى في النيجاتيف؟ اه ايه بقى؟ انت بقى اللي ترد عليا المره دي. هو مين؟ هبص لحضرتك دي اليو ها؟ ودي البي؟ مين بقى المره دي؟ بص انا هنا كنت بتكلم الفوكال لينس بالنيجاتيف، يعني المره دي البي بالنيجاتيف. طب هنا ايه اللي حصل؟ هو مين اللي اختفى ومين اللي موجود؟ اللي اختفى هو الاوبجكت اختفى على طول هنا واللي موجود عندي هو مين؟ صوره. يبقى تتحط ايه؟ تمام كده؟ ناخد بقى الكلام ده بارقام اللي هي شبه المعنى عشان نفهم. انا حطيت لك الاوبجكت السهم هنا اهو على زيرو، حطيت لك العدسه عند 70، حطيت لك السكرين لقيت صوره على 102. حلو كده؟ حلو. حاجة اقول لك اعمل ايه؟ حط لي الكونكيف اول قرايه ليها تبعد 5 سم عن الكلام ده مثلا. هي
5 سم يعني كام؟ ها يعني 97. يبقى كده هنا اهو مبدئيا كده المسافه دي بقى هدوء بتساوي كام؟ ماينس 5 سم. حلو. اول ما حطيت الكونكيف ما زالت الصوره موجوده على السكرين. ها بقى مظلله. مظلله يعني ايه؟ يعني مش متجمعه. حلو كده. هعمل ايه بقى في السكرين بتاعتي؟ اول ما ارجعها ورا كده لحد ما اعمل ايه؟ الاقي نفترض هفترض انا على فكره الارقام دي مش حافظها. طب عايز تقول لي الدكتور قال لنا ارقام هي دي مش شغاله في الامتحان. انا مش حافظ حاجه بحاول اشتغل في النهايه دي. ها 107 نفترض هي الصورة ممتازة جدا متجمعة عن 107. ها فين البي؟ ها فين البي حضرتك؟ هي المسافة دي يبقى بي بتساوي 10 سم بلس مش ماينس. حلو كده؟ طيب هعمل ايه بعد كده؟ ها ها بص عليك بقى. اوكي 97 دي هخليها ايه؟ دي 97 هخليها كام؟ احنا لو استمعنا بنحرك كل سم ولا كل اثنين؟ كل اثنين؟ لا خليها كل سم لو تقدر. هقول لك ليه؟ هقول لك ايه بعد ما اخلص؟ عشان تفهم كلامي. تبقى انت برضه واقع بقول لك ليه؟ نفترض كتبت ان انا هقول لك كل سم يعني 96 وهقول لك 95 وهكذا. كل مره المسافه دي قد ايه؟ وهحرك الايمج الاقي الصوره فين؟ سؤال شهير جدا بالنسبه لي انا شخصيا يمين، ممكن ما يهمش حضرتك، يمين انا. هو انا ليه التقديم لازم السكرين؟ ليه ما تقدمش من عندك الكمبيوتر؟ لان انت قريب من السكرين هتلاقي الصوره بسرعه. فالاسهل عليا ابتدي منين؟ في الصورة. لما اقف هنا هلاقي الصورة بسرعة جدا وممتازة جدا. وكل ما ابعد الصورة تبقى ايه؟ اسهل. فانا خايف من كل 2 سم ان انت هتحرك 10 سم ودول مش ممكن ما يكونوش متاحين. تمام كده؟ ان انت على ما توصل قبل الكونفكس ما تعرفش تلاقي صورة. تمام؟ عشان كده عايز اتحرك كل سم. عشان ارجع كل سم. يبقى هتعمل ايه؟ انا واقف هنا عند 102 يبقى فرقت هنا 5 سم دي اول ايديا لان كده كده هما ليهم قواعد وما ينفعش يتزاوجوا بعض. حلو؟ 97 بقى 96 95 94 93 ممكن تمام؟ يبقى انا مالي لازق في السكرين وببعد عنها شويه مش بادئ معاها. اوكي؟ طيب بس ده اللي انا محتاج اقوله في التابوت. يبقى انا خليني اسالك سؤال بقى. تعالى كده اسالك سؤال كده اقول لك ايه؟ انا هسالك ايه؟ هو ايه تعريف الباور فليكس؟ ها؟ هتقول لي ايه؟ انها واحد على الفوكر صح؟ طب اقول لك ليه؟ انت شايف ليه؟ ليه هي مقلوبه الفوكر مده؟ على فكره السؤال ده ناس كتير ما بتعرفش ترد عليه. تمام؟ ليه بشتغل بالنت؟ بس هو اساسي. تمام؟ اقول لك القصه ليه بحط الكونفكس قبل التركيز؟ وليه بحطها مش هقول لك بقى 74 ليه بحطها علشان الاقي صوره صغيره؟ ها بس ممتاز. هو بقى لو انا فاهم هو راسم الرسمه دي انت بتسعى الحته دي تقوم على طول راسم الرسمه دي وتقوم شارح عليها عشان الاقي اشعه مايله قوي عشان اعرف الاقيها بتتجمع بعد كده. لكن الاشعه اول ما تبقى فاتحه شويه خلاص مفيش تجربه. تمام؟ وعشان كده لو حضرتك جربت ان انت من 70 تقف عند 50 او 30 او غيرها، على فكره 70 ده مش شرط يكون رقم ثابت قوي. واحنا بنعتبر عرفا كده ان 70 تعني مسافه بعيده. تمام؟ اللي هي المسافه تستقبل عندها صوره صغيره واضحه. اوضح صوره مصغره. ده معنى كده. ماشي يا شباب؟ الرسمه بتاعت دي برضه فين؟ نرسمها ازاي؟ رسمتها عجيبه شويه. محتاج اقولها برضه كده سريعا. حضرتك الصفحه دي بتبقى كده بتعمل ايه بقى؟ بتاخد محور واي هنا ومحور اكس هنا. ادي واحد على يو وادي واحد على بي. يطلع لك النقط في المكان ده كده. ليه بتطلع النقط في الربع التاني؟ ممتاز عشان يوم غير. تمام كده؟ يبقى لازم المحور يكون فين؟ يكون في النص. ليه بقى لازم يكون في النص؟ عشان لما اجي ارسم نفس العلاقه اللي هي بتاعت واي زائد اكس بتساوي كونستنت تطلع لي فين بقى؟ تطلع لي حاجه كده في اتجاه ده. ده كونستنت حضرتك وهنا ونفس الكلام اللي اتقال على الاولاني اتقال على الثاني. وقال لي هي التجربه دي ما باخدهاش سلوك؟ لا
الصوت، الدرجه دي انا باخد كونسنس كفتره مع المحاور فقط، ويفضل انها تكون اقرب ما يمكن لبعض، انها تكون كل ما هي اقرب ما يمكن لبعض يبقى سليم. اوكي؟ حاجه اثبات قانون، لا درجه اثبات قانون دي صعبه شويه، لكن هي الفكره زي تجربه البسبوسي اللي هقولها دلوقتي، المقدمه اللي هقولها حاليا في البسبوسي لما انا اجي اقول لك هو التجربه دي فكرتها ايه؟ هترد بقى من انا هقول لك. دي هتبقى المقدمه بتاعت ايه؟ فكره الاثبات مش اثبات رياضه. البدايه بتاعتها هو ايه الكورس اللي بستخدمها في الزوجة وهكذا؟ يبقى لازم ترد براس ده. لكن مش هقول لك هو هتكتبه بس ما تكتبش. عالكورنيش كده بتاع نهر النيل. النيل يعني. المفروض ان اسرع ميه فين؟ اسرع ايه؟ اسرع ميه بتجري فين؟ لو انا واقف هو بتفرج على السور قدامي من هنا لغايه الناحيه الثانيه. هشوف اسرع ميه بتجري فين؟ في النص. مفيش ريشه فرصه ما تجيش لانها ملاصقه لطبقات ثانيه برضه بتجري. بس كلها نفس السرعه؟ لا. طب ما تيجي تفكر كده، لو عندي ماسوره، ماسوره ميه بتجري فيها كلهم نفس السرعه؟ برضه لا. اسرع حته فين؟ ها؟ اسرع حته هي في النص. حلو؟ طب اقل شويه كده هتلاقيها بقت اقل شويه، اقل شويه، اقل شويه، اقل. طب والنقطه الاخيره خالص موقفها ايه؟ النقطة الملامسة للجدران. ها؟ ولو بصيت انت في نهر النيل كده عند الكورنيش مطرح ما انت واقف بالظبط تحتيه هتلاقي المايه اللي تحتيه دي واقفة. ليه؟ لأنها ملامسة الحتة واقفة. تمام؟ دي ايه ده؟ ده مفهوم اللزوم. يعني ايه مفهوم اللزوم؟ هي مقاومة بين طبقات السائل. يعني ايه مقاومة؟ هقول لك مثال بسيط قوي. لو انا دلوقتي رايح انا واحد زميلي نشجع بعض على المشي في اي تراك يعجبني. حلو؟ بس احنا الاثنين مش نفس السرعة. اوكي؟ فانا هعمل ايه عشان يعني ما نبقى مع بعض؟ انا ومسكه في ايده كده. اوكي؟ وانا ماشي اسرع مني. دي مقاومه ليا ولا مفيش؟ ان هو بطيء عني. صح؟ انا يبقى انا ايه؟ انا بشده تمام؟ بحاول اشده ليا وفي نفس الوقت هو ايه؟ اهو بالظبط. هو ده بالظبط مفهوم الزور اللي هي المقاومه ما بين طبقات السكس. ليه امتى الكلام ده يحصل؟ لما يكون ايه؟ لما يكون مش بنفس السرعه. طيب اجي اقول لك انا عندي كوبايه ميه وكوبايه زيت وكوبايه عسل، اعرف منين؟ اقدر اقدر ازاي اللزوجه بتاعتهم احسها؟ ممتاز، ارمي اي حاجه زي تجربه معه. او امسك معلقه وقلبها هتحس بالفرق، او اللغه اتفرج على سرعه الدلع كده هتبقى عامله ازاي؟ لكن وهم واقفين مكانهم مفيش اي حركه ينفع اقيم اللزوجه؟ حاضر. تمام كده؟ طب سؤال شهير جدا، البسكوت بيتغير مع درجة الحرارة ولا لا؟ أيوه. طب إيه المثال في بيتنا على الكلام ده؟ العسل في الصيف وفي الشتاء. العسل في الصيف وفي الشتاء، يبان جدا الفرق في التكتل بتاعه نتيجة فرق درجة الحرارة. يعني حتى لما تعمل التجربة في امتحان المعمل شهر 4 وأنت كنت عاملها قبل كده شهر 11 و12 الرقم هيختلف ولا لا؟ لزوم السوائل بتزيد مع درجة الحرارة ولا بتقل؟ تاني ليه؟ التسكين بيعمل ايه؟ بيعمل عن بعضها. حلو. طب في الغازات الهيت في الغازات غاز بسخن اللزوجه بتزيد ولا بتقل؟ هتقول لي اللزوجه هنا يعني ايه؟ اللزوجه هنا معناها الفريكشن الاحتكاك ما بين طبقات الغاز ما بين سوري الطبقات مولكيول جزيئات الغاز يبقى بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. ان بسخن كاينتيك انرجي اعلى يعني تخبيط اكتر ده هو ده مفهوم اللزوجه. الاسئله دي كلها عملي معمل يعني دي هم شايف بتاعت التجربه. طيب هسال بقى حاجه سؤال. في قانون اسمه استواء بتاع الستوب ده انفا بتساوي 6 باي ايتا شيل مي. مين القانون ده؟ ده قانون قوه الاحتكاك فريكشن فورس وهي رافضها بسرعه. احتكاك مين حضرتك؟ احتكاك لو انا عندي اي شكل زي كده ليه رينيس ايه موجود في سائل بيمشي بسرعه يعني نفترض كده بيمشي بسرعه فيه موجود في ايه؟ في سائل ليه ايتا معامل النزول. تاني اف دي هي مين؟ فريكشن فورس قوه الاحتكاك نتيجه اللزوجه 6 باي ده 5 ايتا كوفيشن اوف فيسكوستي ايه نص القطر بتاع الجسم اللي بتكلم عنه دي هي السرعه بتاعتك ده هي نص نتيجه تحت الجسم. هسألك بقى سؤال شويه
هتقولي ده لو نفس الكره دي واقفه في مكانها جوه السائل مفيش اتفاق مفيش اصلا حاجه اسمها بسكوست. بسكوست يا جماعه بتبان مع مع الحرج. يعني بقول لك ايه الزيت ده تعرف منين انه نازل؟ في ناس بتقعد تفكر يعني ايه وعرف منين؟ يعني عارف ازاي يعني هو انا عايز اقول لك ايه تعرف منين؟ لازم تستخدم حاجه فيها حركه. تاني يا اما رمينا كوره يا اما علمنا صح كده؟ اي حاجه فيها حركه. لكن اي حاجه في وضع سكون يعني في المعنى كده خدت على الماسوره اللي فيها الزيت دي نقدر او جلسرين او غيره نقدر نقرر هي نازل ولا لا؟ لازم اشتغل فيها حاجه فيها حركه عشان احس بنزول. طب ليه ما بحطلكش ميه في التيوب بتاعت المعنى؟ يعني نزولة الميه خفيفه جدا بالمقارنه بمين؟ بالزيت والجلسرين. هتيجي تلم البليه اللي حضرتك ترميها هتنزل بسرعه جدا ما تلحقش سعادتك ايه؟ تسحب. تمام كده؟ النزوله بتاعتها تبقى اقل بكتير من الزيت. طب وليه ما حطلكش عسل؟ هيعمل لك مشاكل كتير لان هيبقى تقيل جدا ولا هتقعد بقى تمشي براحتها بقى. تمام؟ طب سؤال جميل تاني ليه برميها في النص بالظبط؟ بحاول اجتهد ارميها في النص بالظبط عشان ما تمشيش تخبط في اي حاجه من القدرات. لو خبطت في القدرات المسار بتاعها اتغير ودخل معايا فورسز ثانيه احنا مش حاطينها في الاعتبار. الشوانس اللي قاعد ورا خالص الناس كلها بتبص في الحاجه اللي معاه خليك معايا بس. تمام؟ يبقى لو دخلنا قربنا من القدرات يا شباب هيخش عندي فورسز بتاعت ليها علاقه بالفورس واحنا اصلا مش حاطينها معانا. طب واحنا حاطين انهي فورس؟ الاسباب بتاعنا اللي احنا لما حضرتك بتعوض ايتا بتساوي 2 على 9 تقريبا وتقعد تكتب كده شويه اتجاه مين؟ هنقول بقى البدايه بتاعتي. لما اقول لحضرتك دلوقتي الكوره دي اللي انا راسمها حالا ايه؟ موجوده جوه ساكن. ها ايه الفورس اللي بتاثر عليها؟ ممتاز. أول حاجة اف جي صح كده؟ اف جي دي اللي هي مين؟ اللي هي ام جي صح كده؟ يعني بتساوي رو البي جي. مين الرو ومين البي؟ بتاعت مين؟ ها؟ بتاعت السوليد نفسه أو بتاعت البطن. تعالى نكتبها بطريقة أكبر شوية دي كده بتاعت البطن. الجسم. حلو كده؟ طيب في حاجة تانية؟ في حاجة تانية لو هي واقفة قبل قوة الاحتكاك. لو هي واقفه مش في حاجه اسمها قوه الطفو. ساعه الخميس قلت لي بس قوه الطفو دي مش قوه الطفو دي ما لهاش علاقه بالحركه. قوه الطفو دي موجوده موجوده. لما احط حته خشبه او كوره بينج بونج او كوره تنس او ايفر ايه الفرق بينهم او حته تلج ايه طافيه ليه؟ او جزء منها طافي ليه؟ دي اسمها ايه؟ ابستراكت فورس اللي هي قوه الطفو بتاعت مين؟ ارش مين؟ يبقى تاني فورس عندي هي مين؟ اف اب دي ليها علاقه بالحركه؟ لا مالهاش علاقه بالحركه. فدي كده اسمها اف اب بتساوي كام؟ بتساوي ايه بقى؟ بتساوي رو في البي في الجي. قلت لها لا ما نفس الكلام اهو. لا مش نفس الكلام. دي خواص مين بقى حضرتك؟ دي خواص مين؟ خواص الالكترونيك. حتى ليه؟ طب ما كده بقى نفس البوليو. لو فعلا الحاجه اللي بتكلم عنها هو السائل يبقى البوليو اوف ذا بادي هو مين؟ الفوليوم اوف ذا ايه؟ اوف ذا ليه. لكن تعالى بقى حضرتك قطعه الثلج او الحته اهو كده اهو واجي اقول لك لا ده انا عندي مكعب كده جزء منه فوق وجزء منه تحت. كده يبقى فلوتنج اللي بيسموها فلوتنج. فلوتنج دي يعني ايه؟ لما اجي اقول لك الفوليوم اوف ذا بادي هو مين؟ هو كل الحجم. لكن لما اجي اقول لك الفوليوم اوف ذا ليكويد هو مين؟ هو قد ايه من الليكويد كان موجود والصندوق ده حركه؟ على قد مين؟ على قد الحبة. بص كده حضرتك على قد الحبة المغمورين دول. يبقى ساعتها بولي مونزاريكو ده هو مين؟ هي دي مش الكيس بتاع التجربة بتاعتنا بس عشان بس يعني عشان بس ما تحسش انا سرحت بيك. انا بس بفهمك ليه هنا بقول لك ان نفس البوليوم ده هو نفس البوليوم ده. ليه؟ لان الكتلة كلها جوه السائل. فيبقى الكتلة الحجم بتاع الكورة بالكامل والحجم بتاع السائل اتشال بالكامل. ليه؟ لان كل كوره جوه السائل. حلو كده؟ فاضل لي ايه بقى كمان؟ خلي بالك خلي بالك لغايه دلوقتي لما جبت السير حاجه ليها دروس. تمام كده؟ طيب ايه بقى اللي فاضل لنا؟ طب يا كوره احتكاك مع الحركه ولا عكس الحركه؟ عكس الحركه. ومن هنا حضرتك ايه بقى؟ نعمل واحده ثالثه اللي هي اف فريكشن. اف يبقى اف فريكشن دي بتساوي 6 باي في ايتا في ايه؟ تمام كده؟
اسال بقى حاجه سؤال. لما بتشوف الكره وهي نازله اول ما بترميها بيحصل ايه؟ لو ركزت شويه هتلاقي انا بعمل لك كيوب كده وبقالي ساي لو اول ما الكره بتنزل هنا بتنزل باكسلريشن تمام. بعد شويه بالظبط كده تلاقيها بقت ماشيه بسرعه ثابته. اول ما ترميها هتلاقي ماشي الاول باكسلريشن وبعد كده فجاه كده تلاقي سرعتها بقت ماشيه بسرعه ثابته مفيش اكسل. ده بيسموه ايه ده بقى؟ ترمان ايكوليبي. بس كده تعسين دي حاجه اسمها ستاتيك ايكوليبيوم زي ده يعني دي كده دي اسمها ستاتيك ايكوليبيوم الاتزان وهي واقفه يعني ايه حاجه هي عايزه تقع تحت في حاجه شايلها لكن ده اسمه ايه بقى ده دايناميك ايكوليبيوم. دايناميك ايكوليبيوم يبقى انا مساعد ما مشيت هنا كده دي اسمها ايه. وعشان كده سؤال شهير جدا ما ينفعش تخش تفتح التجربه دي من غير ما تسال السؤال ده ايه هو ليه بنحط العلامه بتاعت القياس مش على حرف ساكن. يبقى لو احنا فاهمين ايه؟ بنرد على من غير بقى لجلجه ولا توقف ولا حاجه انا فاهم انا مش حرف ساكن تمام؟ ليه بحطها؟ لان بص بقى حضرتك ليه؟ خلي بالك انت بترد ولا انت لسه ما سبتش لسه ما قلتش انا هعمل ايه؟ حضرتك بقى مشكوره يا باشمهندسين هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول ايه؟ هنقول ان الاف تحت اف جي ماينس الاف اللي فوق اهي لتحت اهي ماينس الاف اللي فوق هنسميها اف اب ماينس الاف اللي فوق هنسميها اف فريكشن كل ده كان بيساوي ماس اكسلريشن. اثناء الحركه من اول ما نزلت على سطح السائل هي بتقطع القانون ده بس بعد شويه حصل لها ايه؟ اللي انت قلتوه دايناميك ايكوليبيوم. يعني ايه دايناميك ايكوليبيوم؟ يعني الكلام ده بيساوي زيرو يعني مفيش اكسلريشن مفيش اكسلريشن يعني الفيلوسيتي بقت ايه؟ وعشان كده بنسميها احنا هنا بقى ايه؟ الفيلوسيتي اللي هنا دي ساعتها بنسميها ايه؟ اف بي تي يعني تيرمينال فيلوسيتي السرعه الثابته اللي هتفضل ماشيه بيها على طول تمام كده؟ امتى يحصل الكلام ده؟ لو خلاص في دايناميك ايكوليبيوم مفيش اكسلريشن ساعتها يبقى ده مجموعه بكام؟ بزيرو ساعتها يبقى اللي تحت بيساوي ايه؟ اللي فوق هتساويهم ببعض تعوض الثلاثه دول مع بعض يطلع المعادله اللي انت بتعوضها. هتقولي يعني ممكن في الامتحان العملي الدكتور يقول لي احسب دي بالتفصيل؟ لا بس الرسمه دي اساسا. ممكن الدكتور بقى لو عنده وقت يقول لك ايه طب وريني كده القانون ده جه منين ويسيبها كده وروح ايه؟ ما تحفظوش برضه انت لو فهمت ان انا كده دوت هتكمل عادي. تمام؟ بس الرسمه دي اساسا. لما اجي اقول لك ايه؟ هتقولي اساسا ازاي؟ اقول لك ايه؟ هي فكره التجربه دي قايمه على ايه؟ ايه الفورسز اللي بتاثر على الكره دي؟ هتقعد تحكيها لي؟ لا تبطل تقعد تعمل ايه؟ تقوم راسمني الرسمه دي حضرتك وتكتب لي عليها يعني اكتب لي عليها وانت بتتكلم. خلي بالكم يا جماعه اتعلموا انك الرسم هو اصل افضل طريقه وبيخليك توترك بيقل لانك مش واقف باصصني انت واقف بترسم تمام كده؟ اول ما هتحط الرسمه دي هقول لك ايه الفورس اللي عليها دي هتكون كذا دي كذا دي كذا ايه كل واحده منهم كتبتها خلاص كده عرفت تتفاهم تمام كده؟ طيب يبقى السؤال شهير جدا ايه السؤال بقى بناء عليه هو بالمناسبه في سؤال شهير كده بينتشر وسط الطلبه كل سنه ان هو لو حطيت ورق ملوخيه في الزيت دوت هيحصل ايه بالظبط؟ طب انتوا رايكم ايه؟ لو انتوا شايفين السؤال ده سليم رايكم ايه؟ هو الهدف من السؤال لو انت شايف ان هو ليه هدف يعني او ان هو سال قبل كده الهدف او هو مشاع وسط الطلبه بطريقه معينه هو هيعيش رد فعل ايه؟ هل لما احط حاجه غامقه او حاجه تبوظ لي اللون هل هعرف اشوف الحاجه وهي ماشيه؟ يبقى اصلا مش هعرف اقيسها. لو اتسال بالشكل ده يبقى كان عشان يكون رد عليه ولحظتك وانت بتشتغل تمام؟ طيب سؤال تاني ليه؟ ما بحطش علامة القياس من أول السطر عشان ليه بقى؟ أصل أنا بطبق القانون ده فين؟ ده دايناميك إيكوليبري وهي من أول السطر ما كانتش فين؟ دايناميك إيكوليبري صح كده؟ طيب سؤال بقى ليا أنا بقى حضرتك هو ليه قطرات المطر بتنزل علينا ما بتموتناش عبادة كاملة؟ ما تقوليش معنى يعني ما كنتش قلنا أقول لك ارجع كده للخط الخاص المادة اللي احنا بندرسه الترم اللي فات قانون الكاينتيك بوتنشال عندك
ام جي اتش قد ايه؟ قد ايه؟ هتترجم ل هاف ام بي سكوير. وشوف لي كده كثره الخطر كده لما توصل الارض المفروض تعمل ايه بنات؟ شوف كده هتوصل بسرعه قد ايه؟ ده انت لما تبني طوبه يا شيخ من دور العاشر لو نزلت على حاجه على على, على, على عربيه بنقيس عربيه بتكسرها بطوبه من دور العاشر. لكن انت مقدرة المطر دي جاية من ارتفاع كام فيه؟ ريكشن بس؟ تفضل ماشية باكسلريشن؟ ها؟ هي دي بقى ازاي بقى اللعبة بقى؟ هنا بقى هتقولي هو فين السائق؟ ده الهواء. فترة المطر خفيفة جدا لما بتنزل من السحاب أول ما تنزل بتنزل باكسلريشن وقت سريع جدا ما بتاخدش مسافة طويلة بتخش على طول في مين؟ الديناميك الكوليبيا تقوم داخله في ايه بقى؟ في التيرمينال فيلوسيتي اللي هي وصلتها واللي وصلها من بدري قوي تقوم تبدا نازل حافظك بيها ايه؟ تمام؟ طب ربنا بقى لما يحب يخترق الطبيعه اللي هو ربنا خلقها وخلقها الطبيعه دي مش فيها اقوام قبل كده حصل لهم عباده بالمطر؟ اه فكرت ممكن تكون ده بيحصل ازاي؟ قلت لا ما مش المفروض افكر لا حاول تفكر مجرد الايفكت اللي هي اختفي قطرات المطر دي لو نزلت علينا يحصل لنا عباده مش كده نتيجة انها تبقى قوية جدا يعني دي تخرج حضرتك كده دماغ حضرتك تخرج العمارة اللي ساكن فيها يعني بتبقى عاملة زي الطوب لو انت لديك تأثير مقاومة الهواء تبقى عاملة زي تمام كده؟ طيب شهير استخدام شهير قوي قوي بيعتمد على نفس الفكرة هو مين بقى؟ فكرة الباراشوت حد رامي نفسه كده لما شفنا رامي المظلات ده لما بيجي نفس الوقت بينزل بسرعات عالية جدا عشان ما يصدرش الارض يحصل له مشاكل بيجي يعمل ايه؟ بيفتح الباراشوت يعني الباراشوت دوت هينقصه ده وزن ازيد بس عمل ايه بقى؟ عمل فتح مساحه ضخمه جدا بالقوم الهواء فزود كده الفريكشن جدا فابتدى ينزل بسرعه ايه؟ فعشان كده تلاقي بتاع الباراشوت ده لازم يتمخر كده بحيث لازم يتمنح تمام؟ مع انه لو ما فتحش لان بيجيبوها ساعات في بعض البرامج يبقى طبعا حاجه غير قاتله يبقى حاجه قاتله طيب احتاج اقول نقطه سريعه بقى مش كلام بالتفصيل بتجربه السيلف استنشن هو احنا هنقيس على اقل معدل منتظم هيبقى عشان انت ما تاخدوش بالكم من انا بقول ده بتجربه السيلف استنشن هي برضه دي ليها اثبات ليها كل حاجه تجارب ظريفة جدا تنفيذها سهلة قوي من أضافة التجارب اللي تطلع ازاي لأن ما فيهاش احتمالات الخطر حلو كده؟ بس نفسي حاجة فاهم إن أنا هقوله دلوقتي وبالتالي هيرد على السؤال الشهير هو ليه بشتغل بأقل معدل منتظم؟ أبطأ معدل منتظم هقطع حاجة بطريقة ظريفة جدا هعمل لك هنا صندوق عليه زرار أسود الزرار الأسود ده لو فتحت الصندوق يعني تفتحه جواه لو هو فكرة منظور حوض السمك البسيط قوي لو في حد بيربي سمك عبارة عن موتور كده بيضخ هواء عبارة عن يعني يضخ كده ويقفل يضخ ويقفل شكرا من كده بس هو ده اللي بيحصل طب يعني ايه بيضخ هواء؟ يعني بيضخ حاجة كده هنا بالبريشر ليها بريشر حلو وانا لما بمشي الهواء هنا ليه مسارين ليه مسار بيخش على المانوميتر وليه مسار هو بالظبط بيخش على هنا حلو كده؟ معنى كده ان البريشر بقى مقسوم على اتنين ده اول سؤال ممكن اساله لك هو البريشر بيتقسم لا ما بيتقسمش يعني ده دخل هنا بنفس البريشر اللي بتكلم عنه وده دخل هنا بنفس البريشر اللي بتكلم عنه ضغط هنا كده فبقى في فرق هنا ممكن حد بالمنطق كده تقول لي الفرق ده يعبر عن ايه؟ زياده الضغط اللي هنا عن مين؟ عن بيئه المصريين صح كده؟ يبقى الفرق بينهم هو مين؟ حلو تمام كده؟ طيب سؤالي بقى لحضرتك لما هوا يجي هنا والكيوب دي جوه سائل جوه ميه هيعمل ايه؟ تخيل كده هوا جاي مضغوط هيعمل ايه؟ مش هيرجع تاني عايز يخرج عايز يطلع ضارب هيعمل ايه؟ هيوصل لغايه لما يكون فقاعه بابل كده والبابل دي بعد ما تتكون تقوم طالعه هنا لغايه لما تخرج تمام كده؟ لغايه لما يكون فقاعه حضرتك بقى بتساوي مين منين؟ لما ترجع للاثبات اللي حضرتك هتذاكره او هتقراه بتساوي مين منين؟ بالمنطق كده بتساوي البريشر اللي فين؟ البريشر اللي هنا لمين؟ البريشر اللي هنا طب البريشر اللي هنا ده اللي هو فين؟
لكن لما خدنا الترم اللي فات كده كان في حاجه اسمها الضغط اللي جوه الفقاعه والضغط اللي بره الفقاعه، لما خدنا دلتا بي هي بتساوي 2 جامعة على ار، والقصه دي هو الحته دي بالظبط. تمام كده؟ طيب يبقى انا محتاج ليه اقل معدل؟ عشان عند اقل معدل ده حضرتك هو ده اللي بساوي فيه البريشر ده بالبريشر ده. لكن لو فكرت فيها بشويه كده، لو المعدل سريع والبابلز خارجه بسرعه ما يبقاش المعدل دي دقيق، يبقى ساعتها في عندي مشكله في فرق البريشر. وعشان كده بحتاج وانا بشتغل في معمل بقول لك ايه دايما؟ معدل منتظم. طب ده ما هو سريع وجميل اهو، لا لازم يكون اكتر معدل منتظم، اللي هي ما معناه عند اول لحظه ينفع يخرج فيها فقاعات بطريقه منتظمه. ليه؟ عشان انا لما هساوي البريشر ده بالبريشر ده بيتحقق مع النقطه اللي بتكلم عنها اللي هي مع لحظه خروج الفقاعات، وبالتالي بدور على اقل معدل منتظم. طب سؤال بقى شهير لحضرتك، لو ركزت قوي مع المانوميتر، مع المانوميتر هتلاقي السائل ده قرايته بتتغير. يعني يعني حضرتك كده لو بصيت كده هتلاقي بيقرا ازاي؟ في قرايه كده وفي قرايه بعديها على طول بتجري. على فكره ده النفس لنفس القرايه. لو انت ركزت قوي هتلاقي بيحصل ايه؟ عمال يعملوا كده. انا هشتغل على بيتي. هشتغل على كده على الفرق الكبير ولا الفرق الصغير؟ وليه؟ ليه؟ عشان هي دي اللحظه كله ضغط هنا زياده، فده الفرق بينهم كبر. دي اللحظه اللي حصل فيها اشتغلنا الموضوع ده عباره عن ايه؟ يفتح كده يضخ ويقفل تاني، يفتح هو كده شغال ورا بعض بريسات. انا محتاج مين؟ وانا محتاج مين اللي هو المفروض عنده مساوي ده بالبريشر بتاع الفقاعه؟ هي الفقاعه تظهر امتى؟ مش لما يكون الموتور بيضخ؟ صح؟ لما يكون بيرجع ما بيضخش هيبقى في فقاعه؟ طب انا بساوي البريشر بتاع مين؟ بساوي البريشر هنا بالبريشر على الفقاعه؟ يبقى يحصل ايه الكلام ده حضرتك؟ لما يكون ايه؟ بيضخ. يبقى لما يكون بيضخ ساعتها هيحصل ايه؟ يبقى الاحمر مع الاحمر هي القرايه السليمه، ما باخدش الازرق مع الازرق. يبقى دايما باخد ايه؟ اعلى. يبقى تحطولي انا بقيسها ازاي؟ بمنتهى ببساطه، انت شايف ده بيتحرك خد اقل قرايه. شايف الناحيه الثانيه بيتحرك هتاخد ايه؟ اعلى. وتاخد الفرق. مهم جدا يا شباب الحته دي. مهم جدا. طيب التوتر السطحي بيتاثر بدرجه الحراره؟ ده سؤال من سلوك المعمل. التوتر السطحي. طب سؤالي لحضرتك، حضرتك شايف ان تكوين لفقاعه على شكل كوره ليها علاقه بالتوتر السطحي؟ عليك تجاوب على شكل كوره؟ انا كنت شرحتها للناس بتوعي الترم اللي فات. ليه؟ هو ليه بتاخد شكل كوره؟ اقل مساحه سطح. طب عايز فاكر كده كان لي على تعريف القامه او تي كان ليها تعريفين، فورس على ماس او طاقه بالنسبه بوتنشال انرجي بالنسبه للاريا. علشان يبقى الجسم دايما في اقل بوتنشال انرجي وده الهدف على مستوى الكون لازم يكون اقل ايه؟ اقل سيرفس. وعلى فكره بالرغم بعد ما اتعيش مع من كام سنه مع الطلبه، في واحد بعت لي فيديوهات عملوا فيها بابلز بشكل مكعبات. حتى حاول اطلع جروب لما او لقيتها كده موجوده وعايزين نشوف الموضوع ازاي اقدر اجاوب بابلز. لما انا شرحت قبل كده ان احنا هي بتبقى تاخد شكل فروي ليه؟ عشان دي اقل مساحه سطح. هو دايما اي جسم عايز اقل مساحه سطح عشان اقل بوتنشال. هل ممكن فعلا تجاوب بابل شكل فعلي؟ في حد كان بعت لي فيديو بس لو عملت سيرش عليها كده حد لقاها يحطها على جروب انها غريبه شويه عشان نشوف الحكايه. وهل ده ممكن يحصل؟ يعني هو لو حصل طب يحصل ازاي؟ ايه؟ طيب دي كده النقط اللي هنا في السيرف ستنشن فيرجنتي. عندي نقط مهمه جدا وهي انا بقيس من ايه؟ بقيس من متر ل 50 ولا بقيس من 50 لمتر؟ انا ببتدي يا جماعه بالاطول. ليه؟ لان كل ما بطول الطول بتاع النقط اللي عندي كل ما بيبقى اضعف في القرايه بتاعتي. تمام؟ فببتدي بالمتر وانزل 90 80 70 60 50 ما بعلش على 50 لان بعد كده بخش في شغل خطا في القرايه بتاعتي. تمام؟ لما الف الكوره بلفها لفه بسيطه علشان في تقريب في الاثبات دوت ان السيتا صغيره. والسيتا عشان تبقى صغيره لو رجعت كده للحاجات بتاعتنا زمان لازم تكون سيتا في راوند 10 درجات. تمام؟ فيا ريت لما تعمل لفه ما تبقاش لفه ايه؟
عنيف علشان تقرا ولما تقفها خلاص تقفل في البريتش خليها في تو موفي اوكي كده انا حاولت اجتهد ان انا اقول النظر عليه وان شاء الله ربنا يوفقكم في امتحان الاسنان على فكره غالبا هتذاكروا شابتر 3 يعني انا شخصيا كتبت على البوست يفضل مذاكره شابتر 3 بالكامل تمام حاولوا تذاكروا الكامل ده اقصده وعلى فكره اوكي اسبوعين